صباح الفل عليكم، يا رب دايما بخير وسعاده وفرح. النهارده يوم مش عادي، النهارده اول ايفنت اعمله قبل اعلان البرنامج الجديد. برنامج هيتذاع كل اثنين الساعه 4:30 على قناه الصحه والجمال، هيكون اسم البرنامج مع الاستاذه. البرنامج ده من تقديمي انا كابتن ذهب رئيسه اكاديميه الاستاذه. ده يعني جزء من الفريق اللي معايا. طبعا احنا النهارده الجمعه، معظم الكباتن عندهم سيشنز، او اللي عندها ويك اند مقضياه في البيت، او اللي عندها دروس للاولاد. فاحنا طبعا في وقت للاسف صعب جدا، قدرت اجمع جزء والحمد لله ان هم قدرت اوفرهم. يعني باينين يا جماعه؟ ان شاء الله عايزاكم تنتظروني في كل اسبوع الساعة 4:30 يوم الاثنين مع برنامجكم مع الاستاذة. واحتفالا عشان النهاردة يوم مش عادي، كل واحد فيكم هيفرقع البلالين. حلمي وبدأت انا وعنك زمان، ما هو بيضيع لا يوم سلام ولا استسلم. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي على الصعب وعن الكلام، ما كبرت اني اللي تفكر في اسماء خوفك منه ملوش اسماء، واديك على الصعب واللي زمان بيحب على السجوم الوقت يدار السجوم. مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا دايما بخير وبسعاده وفرح وايامنا كلها اعياد. النهارده اول حلقه من برنامجكم مع الاستاذه. قبل ما اتكلم عن الحلقه بتتكلم عن ايه او سلسله الحلقات ان شاء الله اللي هقدمها في خلال السيزون، احب الاول اعرفكم بنفسي. انا كابتن ذهب رئيس اكاديميه الاستاذه. اكاديميه الاستاذه هي مدرسه تعليم قياده سيارات عمرها 16 سنه، يعني احنا بقالنا 16 سنه بنشتغل باسم أكاديمية الأستاذة. قبل ما أتكلم عن التدريب وقصة التدريب كانت معايا عاملة إزاي، عايزة أقول لكم إني ابتديت الموضوع ده فور فن، زي ما حضرت أكتر من حلقة على التي في وفي أكتر من برنامج، قلت إن أنا الموضوع ده جه معايا فور فن. طيب، في ناس كتير جدا بتسأل هل موضوع إن أنا أكون مدربة سواقة أو كابتن إن أنا أعلم سواقة ده موضوع سهل؟ او اي حد يقدر يدخل المجال ده؟ طبعا مفيش حاجه اسمها كده. كلنا لما بنبتدي بنكون عندنا يا اما بتبقى موهبه يا اما بتبقى دراسه، او بتكوني بتاخدي كورس علشان تطلعي تبقي حد بروفيشنال وتقدري تقدمي نفسك انك انت تكوني كابتن، تكوني قد اداره انك تكوني كابتن مدربه
ممتازة، تكوني قد المسؤولية. حضرتك بتخرجي بره الإطار بتاع إنك أنت مجرد سواقة أو بتسوقي عربيتك، لا إحنا النهاردة بنتعلم كمان إزاي نبقى قادة، نقدر نقود معانا مدربة أو إزاي نعلمها سواقة. طيب البرنامج بتاعنا بيتكلم عن حاجات كتير جدا، هنتكلم عن إزاي تقدري تبدأي انك انت تختبري سواقة او تدربي على السواقة، او ازاي تكوني كابتن برضو هنتكلم في الموضوع دوت. ولو انت عايزة تنزلي تتدربي هيكون في اطار ايه؟ يعني في اطار منطقتك، هنا الاحتياجات اللي هكون محتاجاها علشان انزل اتدرب، هتدرب في اي مكان يناسبني، هنتكلم في كل دوت. والمشاكل اللي بتقابلنا في الشارع كمان، حضرتك الناس اللي لسه النهارده لحد دلوقتي، السيدات اللي لحد دلوقتي ما للاسف ما مش عارفه تاخد الخطوه دي، ايه اللي منعك انك انت تاخدي الخطوه دي؟ كل الناس هتكلمني يا ريت على رسائل الصفحه، او هتكلمني على ارقام التليفونات اللي هتبقى موجوده عندكم على الشاشه، علشان نتناقش مع بعض في المشاكل الكتير اللي ممكن تواجهنا. هنتكلم كمان عن المشاكل الخاصه بالحوادث، حوادث السيارات ومين السبب ليها. ودايما تلاقي ان الراجل عامل كده، يعني اللي هو ايه، حاطط دايما ان السيده هي السبب في مشاكل الحوادث، هي السبب في انها اي كارثه بتحصل في الطريق هي المتسببه فيه. وغالبا بيبقى معظمهم بيقولوا ان الست مكانها المطبخ. نتكلم في حاجات كتير جدا جدا جدا، هنروح فاصل ونرجع لكم. الخير، معكم كابتن شيماء من اكاديميه الاستاذه. النهارده يومي مختلف، معايا عبد الرحمن اول سيشن ليه النهارده، ما كانش عنده معلومات عن السواقه خالص. هسيبه هو يتكلم عننا بقى النهارده، خدنا الاول والثاني والثالث. صباح الخير يا عبد الرحمن. ازيك يا شيماء؟ ازيك، عامل ايه؟ انا سلمك كده. انا مبسوطه جدا النهارده ان انت انا بجد معايا. بشكرك ان انا ما كنتش فاهم اي حاجه في السواقه بجد والله. انا دلوقتي الحمد لله يعني في خلال ساعه بالظبط او ساعه ونص يعني مكنت من العربيه شويه على قدي، بس الحمد لله يعني بقيت بعرف اتحكم في العربيه، اطلع المطب يعني، فالحمد لله يعني الحصه الاولانيه كويسه يعني بجد والله. اكيد ان شاء الله انا ربنا ييسر الامور يعني ان شاء الله. انا مبسوطه جدا ان انت معايا، مبسوطه ان انت اديتني الفرصه كراجل ان انا اتعامل معاك وان انا افيدك وتفيدني. عبد الرحمن دلوقتي طبعا احنا داخلين على تقاطع، فهو بيزمر للي جاي يمين وجاي شمال، احنا على طريق كرداسة الرئيسي. انا مبسوطة منه جدا، استوعب مني على طول، ماشي بالراحة، مستوعب الطريق، متحكم في الدريكسيون بتاعه. قولي بقى يا عبد الرحمن، انت كان معاك قصة مع صاحبك وحاول يعلمك وفي الاخر ما افادكش. استفدتش الصراحة بجد والله، ففعلا كل واحد والتخصص بتاعه فعلا. اكيد طبعا، مش هنغرم كتير، وفي نفس الوقت هاخد المعلومة صح يعني، اهم شيء. اكيد طبعا، انا هتعلم الحاجة صح يعني، مش هتفرق حصة حصتين تلاتة، بس فاهم، انا حد بيعلمني فاهم بجد يعني. لكن حد مش فاهم هيتعبك وما هتضيع في وقت على الفاضي. انا دلوقتي والله بجد اول مره اسوق عربيه في حياتي، الحمد لله بجد يعني زي ما انتم شايفين اهو، يعني مش خايف وفي نفس الوقت الحمد لله يعني اتعلمت شويه يعني، ففضل كتير يعني من ربنا والاستاذه شيماء بجد والله انا بشكرها. ربنا يخليك، انت اخ عزيز يخليك. صغير من عني في السن لكن كبير عندي في المقام، انك اديتني الفرصه دي. احنا ماشيين دلوقتي، ايه رايك في طريقه الدفع يا عبد الرحمن؟ طريقه الدفع بتاعتنا لا بجد ممتازه يعني، يعني أقول. مبسوط بان احنا بندفع بالسيشن ولا زي لا. الاكاديميات التانية بالشهر كده كويس يعني، الحصه ان انت وقت ما تلاقي نفسك فاضي بتفضي نفسك ساعه ولا ساعتين وتتعلم بجد يعني، مش بتضيع في وقت ساعه وخلاص، انت بجد الساعه دي بتستفاد منها كتير، الحمد لله يعني بجد والله يعني. معانا عبد الرحمن، زي ما حضرتك شفتوا عبد الرحمن نزل مع كابتن سيدة، يعني مش بس
السيدات تقدر انها تقود سياراتها او تدرب سيدات زيها، لا كمان بتدرب رجاله. دي كانت مفاجاه كبيره جدا، حبيت ان انا اوريها لكم تكون اول فيديو معانا في حلقتنا النهارده علشان نتكلم في الحته دي كويس جدا. الراجل بيسوق وبيختار المدربه اللي هتعلمه عن طريق الاكاديميه، يعني ما اختارش اخوه، ولو زي ما حضرتك شفتوا او سمعتوا بنفسكم انه هو ما حدش علمه، ما حدش عارف يعلمه، حاول صاحبه يعلمه ما عرفش، حاول اخوه يعلمه ما عرفش، او باباه. وطبعا ده ناس كتير جدا، وبرده البنات نفس الكلام. يعني الموضوع السواقه يا جماعه او انك انت تبقي مدربه قياده، انا عايزه انزل ادرب قياده، ادرب سواقه، مش عشان خاطر انا عندي عربيه وبعرف اسوق بقالي مثلا 20 سنه فاي حد يقدر ياخد الموضوع ده خالص. انا بدرب سواقه علشان دي شغلتي، مش عشان انا عندي عربيه وبعرف اعلم وبعرف مثلا ازاي اجيب اول تاني غياراتي، او انا عندي عربيه اوتوماتيك بتاعتي بقالي 20 سنه بسوق وشاطر فيها فهعرف اعلم سواقه. موضوع التدريب مش سهل خالص، ولا اي حد هيقدر ان هو يعديه بسهوله. قبل ما تختاري المكان اللي هتنزلي تتدربي فيه، مش شرط يكون مكان ليه اسم كبير، انا مش شرط يكون المكان دوت ليه اسم كبير جدا تنزلي تدربي فيه. اهم حاجه تكوني انت عارفه ثلاث حاجات مهمه جدا لاختيارك للمكان اللي هتنزلي تدربي فيه. اول حاجه، المكان ده لازم يكون مثلا موجود على السوشيال ميديا. طبعا احنا عارفين ان في ما شاء الله دلوقتي مدارس كتير جدا 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 موجوده على السوشيال ميديا وموجوده على مستوى جمهوريه مصر العربيه اعداد مهوله، لكن هنختار انهي مدرسه بالظبط؟ تمام، معانا اتصال. مين؟ نورهان من القاهره. الو الو نورهان، ازاي يا كابتن ذهب؟ عامله ايه؟ الحمد لله، ازاي حضرتك؟ تمام الحمد لله. انا والله من اشد المعجبين جدا 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 بحضرتك وبالكباتن اللي عند حضرتك. على فكره انا اتعلمت السواقه عند حضرتك واتعاملت معاكي. انا عايزه اقول لك انت عندك ميزه كبيره جدا جدا جدا. الاول بس يا نورهان قولي لي مين الكابتن اللي نزلت معاكي؟ كابتن حسناء. كفايه ان هي استحملتني. كابتن حسناء ما شاء الله ما شاء الله. كابتن حسناء من يعني من الكباتن الاساتذه اللي معانا، وطبعا كل الكباتن معانا اساتذه. طب احكي لي يا نورهان، مدام نورهان. لا انسه انسه نورهان، احكي لي كده ايه الاخبار، عملت ايه واول حصه وتاني حصه، احكي لنا كده. والله الحمد لله انا من نعمه ربنا ان ربنا رزقني بكابتن حسناء، كانت كويسه جدا جدا معايا بامانه. بدانا مع بعض، قعدت معايا اربع حصص. انا كنت يعني الحمد لله بتعلم بسرعه واتعلمت فعلا بسرعه ما شاء الله. انا تقريبا من مشيتي في الزحمه يا نورهان؟ مشيتي في الزحمه؟ مشيت في الزحمه. يا انا نزلت اصلا في الزحمه. نزلت في الزحمه. احنا اول ما اتدربنا في حته ما فيهاش ناس شويه. تمام. بعد كده ثالث سيشن تقريبا احنا نزلنا قلب الزحمه، قلب القاهره. الكورس كان كام سيشن يا نورهان؟ معلش من غير قطع كلامك، الكورس كان كام سيشن؟ ايه الكورس كان كام؟ كان كام حصه؟ اربع سيشن. خلصت الاربع حصص وبقيتي تسوقي يا نورهان؟ طبعا انا ما شاء الله عليك. اصلا السيشن الرابع بالعربيه بتاعتي ونزلنا الزحمه واحتكينا بزحمه وزحمه شديده كمان. ما شاء الله عليك يا نورهان بجد، ميرسي جدا جدا للمداخله، وان شاء الله يعني هيكون لك في هدايا كتير بتتقدم من الاكاديميه. يا ريت تتابعينا على البيج عشان في مسابقه كبيره جدا هنعملها ان شاء الله. اتشرفت بيك يا نورهان. نورهان اتعلمت معانا في اربع حصص، اربع حصص مع كابتن حسناء. كانت كابتن حسناء استاذ اوتوماتيك. طبعا احنا عندنا القاب في الاكاديميه بسمي استاذه الاوتوماتيك، استاذه الاوتوماتيك، استاذه المانيوال للمانيوال، وفي كباتن مخصصه للاثنين وبتشتغل على الاثنين، عندها اراده انها تنزل تدرب على الاثنين. ده غير طبعا ان احنا بننزل ندرب خلاف السيارات بتاعه الاكاديميه، كمان بندرب على سيارات العملاء. اي عميله تقول لي انا عندي عربيه معينه موديل معين وللاسف انا عايزه اخد عليه واخد على الابعاد بتاعته، طبعا فورا بننزل معاها وما بنمنعش ابدا. عايزه اقول لكم على مميزات الاكاديميه. احنا من ضمن او اهم مميزات عندنا زي ما حضراتكم سمعتوا استاذه نورهان بنفسها بتقول انها خلصت
الكورس على 4 حصص، لا وكمان هي خلصت 3 حصص على عربيات الأكاديمية أو معانا، وجت بعد كده في آخر حصة قالت أنا عايزة أخدها على عربيتي. دي متهيألي حاجة مهمة جدا إن أنتوا تعرفوها، من ضمن المميزات اللي إحنا كنا لسه بنقول عشان أختار أكاديمية معينة أو أختار مدرسة تعليم معينة أيا كانت فين في جميع أنحاء الجمهورية، أختار أستاذة فاتن من السويس. معانا اتصال. ألو، السلام فاتن. عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام أستاذة فاتن، إزي حضرتك؟ الحمد لله بخير، إزاي عاملين إيه حضراتكم؟ تمام الحمد لله. حضرتك من السويس؟ أيوة تمام. إزيك؟ شرفتينا. تمام الحمد لله، والله أهل السويس كلها فرحانة جدا بالبرنامج ده مع كابتن دهب، وحاجة يعني تشرفنا. وحضرتك متابعانا، متابعاني في الأكاديمية أو متابعة البيج؟ ايوه بالظبط، وشايفه كميه اللايكات على البيج جميله جدا وحاجه حلوه، لان انا كمان انا عموما كنت متعلمه السواقه، بس كانت عندي معاناه شديده قوي ان اللي كان بيعلمني راجل او كابتن، فده كان صعب شويه عندنا، فكان لازم اخد بنت من بناتي وانا بتعلمها اخليها معايا، انت عارفه بقى النظام والعادات والتقاليد بتاعتنا. بالظبط بالظبط. فلكن حاجه زي كده الصراحه دي تخليني انا اامن، حتى انا لما احب اعلم بناتي دلوقتي بالزبط. احب ان هو ابقى خلاص مطمنه. طب انت ايه رايك، انت حضرتك شايفه ان البنت لازم تسوق؟ مفيش حاجه أكيد اسمها طبعا إن... اكيد طبعا، هو البنت دلوقتي بتعمل كل حاجه، يعني هي البنت بقت وزيره، يعني والبنت مش عيب. بقت في مستشاره، بقت كل حاجه، يعني هي جت على السواقه، يعني البنت مش مكانها في المطبخ زي ما الرجاله بتقول. اكيد طبعا. تمام. البنت ده الكلام ده انت بتتكلموا على حاجه يعني من قديم الازل، يعني البنت في كل مجالات الحياه من زمان، يعني مش طبعًا. من دلوقتي. استاذه فاتن اتشرفت بحضرتك جدا جدا جدا، وميرسي جدا على مداخله حضرتك، وان شاء الله تتابعينا على البيج، دايما في جديد وفي مفاجات كتير جدا. رجعنا لكم في مواقف كتير، لو حضراتكم تابعتونا في على البيج او اللي ما تابعناش لسه، في مواقف كتير جدا موجوده عندي بكذا فيديو مختلف. من ضمن الفيديوهات اللي احنا قلنا عليها كان استاذ عبد الرحمن او الشاب اللي كان معانا دلوقتي مع استاذه شيماء. لو نشوف التقرير ده ونرجع لكم، نشوف في التقرير ده الاول ونرجع لكم مره ثانيه. مساء الخير عليكم. انا متعوده اقول لكم صباح الفل على فكره، النهارده اقول لكم مساء الخير، لاني انا كده على الاكسترات معاكم كابتن هبه من اكاديميه الاستاذه، وهو شايفين الطريق كله، احنا بالليل على فكره، الطريق جميل وزحمه، طالعين من المعادي وطلعنا الاكسترات ونزلنا تحت الدائري وماشيين على الاكسترات، التزم بالحاره بتاعتي، ما تخلينيش اعلق وانا بصور الفيديو. ماشي معايا واحده بتنط من حاره لحاره، بصي بمزاجها، بس احلى حاجه فيها ان هي ملتزمه بالطاره. يعني معايا اسماء حاجه كده، هي رقت الدنيا كلها فيها وزي العسل. النهارده بتبدع الصراحه، يا سلام. فهسيبها هي تقول لكم ايه اللي حاصل وعاملين ايه. احنا في تاني حصه على فكره، هي تاني سيشن، ومعاكم اسماء اهي. ازيكم يا جدعان؟ ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ بنعمل ايه يا اسماء؟ بنلوش. بنلوش، احنا كده بنلوش. لا ماشيين كده بنلوش يا جماعه. الاوتوستراد مش بعرف انطقه، الاوتوستراد، وفي زحمه فظيعه جدا، بس ما شاء الله يعني الحياه جميله. احنا انهي سيشن؟ التاني. وخدنا ركنات. خدنا ركنات، ودلوقتي طالعين مبذب زحمه فظيعه، بس انا مبسوطه جدا. وبعدين كابتن هبه دي بقى حد كده لذيذ. وبعدين كابتن هبه، انا يعني يمكن نسيت اسم البنوته، كابتن هبه برضو من ضمن الكباتن ما شاء الله الممتازين جدا جدا، اللي بتمشي في الزحمه وزي ما حضرتك شفتوا بنفسكم في الاوتوستراد. الاوتوستراد دوت يعني عايز اقول لكم ان في رجاله كتير جدا بتخاف تمشي فيه، والله العظيم انا عن نفسي شفت بلاوي على الاوتوستراد، راجل بيدخل في مقطوره، راجل مش عارف بيخاف يترعب، او الدائري او لكن لما تكون مدربه تنزل معاكي من تاني سيشن وفي الاوتوستراد بتهيألي صعب شويه. طبعا
كل الحاجات اللي خاصة بالأكاديمية مختلفة تماما. يعني أنا النهاردة لو هقدم عن كابتن بتعلم أوتوماتيك، وكابتن تانية بتعلم مانيوال، وكابتن بتعلم راجل، وكابتن بتمشي في الدائري من أول وتاني سيشن، وكابتن تانية بتعلم الركنة وهي برا العربية، احنا عندنا مواقف كتير جدا وعايزين حلقات كتير جدا وسلسلة من الحلقات الكبيرة جدا عشان نقدر إن احنا نوفي يعني نلبي لكم كل طلباتكم. لان انا طبعا من خلال اول ما اعلنت ان انا هعمل الاعلان ده كان جالي اسئله كتير جدا على البيج وجالي يعني مشاركات كتير جدا. انا ما حبيتش ان انا النهارده اطلع باي ضيوف، قلت ان انا هطلع الاول اعرفكم بنفسي واعرفكم بالاكاديميه ومزايا الاكاديميه. احنا عندنا نظام الدفع بالسيشن، نظام الدفع بالسيشن دوت عشان حضرتك تكوني مطمنه تماما انك انت مش بتدفعي فلوس وترميها في هوا. بالظبط كده زي كانك رايحه تشتري اي حاجه من على السوشيال ميديا، عجبك بلوزه، عجبتك قلم روج، وتقولي انا عايزه زي ده بالظبط، ويجي المندوب للاسف يجي يجيب لك حاجه تانية خالص. احنا نفس الكلام، ما ينفعش ان انت تروحي تحجزي في مكان تدفعي مبلغ وقدره كله مره واحده وفي الاخر تلاقي النتيجه غير. ده اللي حصل مع ناس كتير جدا وعملاء كتير جدا، ويا ريت اي حد حصل له مواقف معينة أو مشاكل معينة أو اقتراحات معينة هم حابين إن هم يقترحوها علينا، إحنا إن شاء الله بداية من الحلقة الجاية هنستقبل كل رسائلكم لايف، يعني على العام كده على البث المباشر وإحنا مع بعض. أنت بتكتبي لي في رسائل الصفحة وهرد عليكي فورا، هكون متابعة معاكي فورا. طبعا أنا النهاردة علشان كنت حابة بس إن أنا أعرفكم بنفسي وأعرفكم بالأكاديمية، ان شاء الله بالحلقات الجايه هيبقى فيها مفاجآت كتير جدا، هكون عامله مسابقات فوق الروعه. مسابقاتنا دايما موجوده، انا اكتر من مره عملت مسابقات على البيج، كانت كورسات مجانيه زي كورس الشامل مجانا وكورس مبتدئات مجانا وكورس ممارسه مجانا. عايزه اشرح لكم بسرعه كده الكورسات دي عباره عن ايه. اول حاجه كورس الممارسه دوت بتاخديه حضرتك لو عندك بتعرف تسوقي بس عندك مشاكل معينة، زي أنا مش عارفة لسه أركن كويس، أنا مش عارفة أمشي في الزحمة كويس، أنا لسه مش مظبطة حتة الطرق السريعة اليوتيرن، عندك حاجات كتير جدا تمام. فلو ظبطناها يا يعني أنت عارفة حاجات معينة وحاجات ناقصاكي بنظبطها في كورس الممارسة. لكن لو حضرتك يعني عندك فكرة كبيرة بس عندك لسه خوف ورهبة، بناخد كورس اسمه كورس مبتدئات، يا دوبك بس بندخلك على طول في الجد. اما بقى كورس الشامل وده الكورس اللي بيبقى اكبر كورس عندنا 4 حصص بس، زي بالظبط ما نورهان كلمتنا وقالت ان هي اخدت كورس 4 حصص وخلصت مع استاذة حسناء في 4 حصص بالظبط، وما شاء الله دلوقتي بتسوق عربيتها. يعني اذا ان 4 حصص يعني كمدة قليلة، في ناس كتير شايفة ان قليل جدا، ازاي 4 حصص هقدر اعمل فيهم كل حاجة؟ من الالف اللي جاية من اسمه الكورس الشامل. الكورس الشامل المفروض بتعلمي فيه كل حاجة من اول ما بتطلع بتحطي مفتاح في الكونتاكت لحد ما بنعلمك الركنة وتمشي الطرق السريعة، وكمان تمشي الطرق المزدحمة والطرق الضيقة والكباري والنفق. فاحنا في الوقت دوت يعني بالنسبه للكورس الشامل، معلش يعني اولا اعذروني جدا، انا اول مره في حياتي ابقى في الكارير دوت، انا مش كارير اعلاميه، انا كابتن سواقه، فكون ان انا اتحط في الموقف ده فاكيد في لخبطه، بس اوعدكم المرات الجايه مش هيبقى فيه لخبطه خالص. شكرا لحضراتكم، وان شاء الله تنتظروني في حلقات جديده وكتيره جدا مع الاستاذه.